السلام عليكم ورحمة الله من الأحوال وشركم الأحباب. اليوم نحكو شوية نحكو على السعودية والعرب العرب تاع السعودية كيفاش راهم يشوفوا فينا. أنا جايب الأدلة معايا برسكو هذا وين كنت نقصر مع الجماعة غير نقصروا حكاولي سما كي يقولوا احنا يا راح نحكي لكم ترو ستوري قصة حقيقية واقعية انستوار فري. واحد مسكين اسمه عبود تاعنا راح بالشركة نتاعو هو خدام على الشركة راح لفرنسا مش لفرنسا السعودية راحوا يخدموا كي لحقوا فما هما عطاو لهم لا ليست مسبقا وشكون راهم جايين للسعودية كي لحقتهم لا ليست هما لقاو سوزان جاك دافيد ميشيل اليزابيث اكسيتيرا هادو كاع هزهم داهم لوطيل هما لحقوا اسمه عبود اكسيتيرا هزوه داوه يسكن مع الباكستانيين وبنغلاديش والاخر كاين مشكل جماعه صحابيهم ليه ولا تدوني منا اي باسكو انت راك الجيريان ماكش الجيريان جزائري عربي انت جزائري بنغلاديشي انت جزائري باكستاني العرب حنا العرب لا كلاس تاع العرب ما لحقتوهاش نتوما الجزائريين نتوما راك حقين لا كلاس تاع البنغلاديشيين وهي قصه حقيقيه ما قالوهالش كيما هكذا انا نعبر برك الدعوه راح هز فيريز نتاعو قعدو يجرعو قابو دوك قالو له دوك يا حبس حبس دوك ندوك لوطيل مع جماعة صح قال لهم نو نروح نروح راح نروح مسكين هذه حكاية وكاين حكاية أخرى ثاني كاين واحد جزائري ثاني يحكو فيها جماعة راح مع الشركة اللي يخدم فيها اكسيتيرا هو اللي شاف تاع البروجي هو اللي دي نتاعو هو اللي جيني كي راح فما هكذا بدا يخدمو دارو البروجي قرب يكملوه السعودية فرحوا ولا يمدوا في لي بونيس كاع ميشيل دافيد سوزان هذو كاع مدوا لهم البونيس لحقوا ليه هو ما عطاولوش القور اللي كانوا معاه تقلقوا قالوا لهم كيفاش ما تمدوش البونيس لصاحبنا قالوا رحنا كل ما ندوش البونيس مستعرب بهم والله ما داو البونيس في جرة واش داروا هذو اذا حنايا هذا خلاص الكلام الحصول كما احنا نقوله في الجزائر خلاص الكلام هي الحصول الو الحصول اش معناتها معناتها احنايا ما يستعرفوش بينا بلي عرب احنا ماشي يديروناش جزائريين دولة عربية احنا جزائريين بنغلاديشيين احنا جزائريين باكستانيين دايرين لا دوزيام كلاس في العروبة اكسيتيرا اذا لازم نفوقوا رواحنا سعودية مش من كلاسينا هذه الحكاية يا خوتي هاي تهلاو في روحكم السلام عليكم ورحمة الله